واحد النهار وانا نمشي مع الخمسة الصباح، ديجا مشيت مع الخمسة الصباح تلقى السيد يلا خارج من العمارة، تنسمع الباب انا تسد ولكن ما عرفتش راه السيد كان عندي ولا حليت ندخل تلقى السيد يلا كتقاد في الفراش. قلت لي اش دير؟ قالت لي واش منعسي؟ قالت لي لا راه كنت ممسيل تنصايب شي غير تنقاد شي حاجة في الدار، داكشي علاش منعش. زيد هذاك بيت الناس بعتو مابقاش نحمل نشوفو كاع مرة في الدار، بعتو شريت واحد اخر. عاودت لي قالت لي مدة شي 3 شهور، قالت لي انا معاك مدة 3 شهور، قالت لي كل نهار كنمشي عندو، كل نهار كنمشي مع عندو، ولا قالت لي وكاين بعض المرات كيجي عندي هنايا للدار. قالت لي ملي كتكون شتا تمشي للباركينغ، قالت لي مع ديك الستة هو ديك 11 12 كتسخى الدنيا كيجي عندي. جيت للدار عندهم مش دوني دوروني هي وما وخوتها وخوها وولدي، شدوني ما يدوروني بقاو تيتكرفصوا عليا. راه ديجا انا مصور داك الشيء تكرفصوا عليا مزيان، داو لي التليفون وداو لي البصام في لاكارت وديرمي 1000 درهم. ودابا راه درت شكايه وداك الشيء راه اللي وقع لي هو انا اساس حارس ليلي بالليل، كان نمشي للدار في الصباح تنعس بالليل، كنمشي للدار الصباح كنعس كنوض ما كنلقاش المراه، تنقول لها فين كنتي؟ تقول لي راه خدامه، راه مشيت عند واحد السيده مشيت نصب ليها مشيت. حتى يوم غادي بحال ما كاين كل نهار، واحد النهار وانا نمشي مع الخمسة الصباح، ديجا مشيت مع الخمسة الصباح تلقى السيد يلا خارج من العمارة، تنسمع الباب انا تسد ولكن ما عرفتش راه السيد كان عندي ولا. تنطلع للدار حليت تندخل تلقى السيد يلا كتقاد في الفراش. قلت لي اش دير؟ قالت لي واش منعسي؟ قالت لي لا راه كنت ممسيل تنصايب شي غير تنقاد شي حاجة في الدار، داكشي علاش منعش. قلت لها واخا. نعست بقينا شي 3 ايام ولا 4 ايام حنا نتناقشوا انا وياها، اجيت باركين وانا نعيط لها قلت لها ودي راه الصباح اش غنجيب معايا في الفطور واش دايرين قارين؟ قالت لي هذاك الشيء اللي غنجيبو دوزو لداركم. قلت لها واخا. قالت لي بلا ما تجي. قلت لها صافي الله يعاون مع الدار ديالها. دزت جيت للدار لقيت انا الدري ولدي، لقيت ولدي قلت ليه قلت ليه غتمشي للدار غتجيب لي التليفون ديالها حيت انا ما لقيتش كيفاش نهز. وفعلا مشى بالليل وفي العشيه ويقول لها رجع عليا بابا، قال لي سير عند امك. بقيت يدوز تجلس ملي ريح بحال ما هكا سرق لها التليفون وجابوا ليها. هذيك الليله نيت جاب لي التليفون تلقى فيه اوديو تصاور وداك الشيء كلهم صيفطتهم لعندي، تفورماطا التليفون صيفطتهم لامها وباها، باها ما جاوبنيش. امها قالت لي شكون هذا الحمار اللي مع البنت مصور الصغيره؟ قلت لها واش من عائلتكم؟ قالت لي ماشي من عائلتنا، راه شهاده فما راه عندي ورقه ديال هاد الهضره هادي ديالها. قالت لي راه هادي؟ قلت لها راه حشومه راه ما عرفتش انا شنو. قالت لي هادشي غادي ما دير حتى شي حاجه صافي ريحت نجي، كانت مسافره. ملي جات قلت لها دابا شنو؟ قالت لي سير ولدي اش غنقول لك، حنا نهضروا معاها ونشوفوا شنو الرد فعل ديالها. مشات هي وباها وهذاك الشيء ما تصنتتش لهم، بقات كاينه دارت الدعوه في المحكمه دارت الطلاق. ديجا ملي دارت الطلاق قالت لي ما بقيتش باغيه صافي الله يعاون، هي دايره بالها داك السيد راه هو اللي كاين. ملي عيطت للمحامي قلت له ودي راه شنو كاين؟ قال لي حاول تجيب الوثائق. ديت لي الوثائق ديالها دي ملي شافت هي داك الشيء تثبت عليها قالت لي قالت لما صافي غنرجع عليه. صافي رجعتها على وجه ما وباها وخالتها وداك الشيء، جاو عندي للدار بقاو تيعيطوا لي وداك الشيء الله يرحم الوالدين. صافي دير راه الدري عنده 16 عام غير ما تركش بالي وهادي، والبنت ديالها عندها هي شي 14 عام راه غادي تخرج لشي طريق خايبه. واش تعيط؟ رجعت على ود ولادي، جي رجعت للدار هزيت هذاك بيت الناس بعتو ما بقيتش نحمل نشوفو كاع مره في الدار، بعتو شريت واحد اخر. قالت لي تحيد هذاك الشيء، قلت لها صافي راه مسحت التليفون من هذاك الشيء كامل اللي عندي. ما عرف كيفاش واحد النهار بقات تخربق في التليفون عندي وخلتني نعس بقات تخربق فيه وقالت فيه التصاور وداك الشيء باقي. قالت لي تمسح هذا الشيء، قلت لها غنمسحو. هي عند بالها ما بقاش عندي هذاك الشيء. النهار اللي تناقشنا انا وياها عاوتاني صافي الراس ملي كدير العلاقه كدير فيا يعني تدور فيا. ملي تناقشنا انا وياها شدت جيت للدار مغضبانه عيطت لي قالت لي جات شوف بنتك راه مريضه كذا. جيت للدار عندهم مش دوني دوروني هي وامها واختها واخوها وولدي، شدوني ما يدوروني بقاو تيتكرفصوا عليا. راه ديجا انا مصور داك الشيء تكرفصوا عليا مزيان، داو لي التليفون وداو لي البسطام في لاكارت وبيرميو 1000 درهم. ودابا راه درت شكايه وداك الشيء راه دفعتهم للمحكمه تصاور الدليل. خاصني نثبت انا ما لقيتو في الدروج، ما يمكنش غتهضر معاه في الدروج وعماره هذيك هنا عماره راه في اي لحظه غيقول لك ما انا ما كنش تما.
انا راك عارف اي عماره كل سكان. انا ملي دخلت لقيتها كتقاد الفراش او في 5 الصباح انت باقي تقادر في الفراش راه ما يمكنش. على ما كاش كنتي تديري وما كاينش الاولاد، كلشي الاولاد عندهم في الدار، امها كتشد ليها البنت جوج بنات صغار. هاي الدري اللي كاين، الدري الصغير كاع عنده 9 سنين تينعس هذاك، والدري الكبير جالس مع والدي انا. بحثت عليه لقيته ولد طنجة وسميتو وكيخدم تما نيت في تمسنا كيدير الليش وشايفور ديال الكميات. بحثت عليه وهي اللي عاودت لي هادشي هذا، فاش رجعتها عاودت لي هادشي هذا. تعرفت عليه في الطوبيس، قالت لي انا في الطوبيس، قالت لي كنا مناقشين تناقشنا هنا وتميت غادا، قالت لي تلاقيت معاك، قلت لي انا مطلقه، سولني قلت لي راه مطلقه، قالت لي هذيك السبب المعرفه ديالي معاه. هي عاودها شاف فما الاخبار، قالت لي ملي صلحنا انا وياها وداك الشيء عاودت لي، قالت لي نجيك صراحه وما وسمح لي بزاف. قلت لها ماشي مشكله، عاودي لي. عاودت لي قالت لي مده شي 3 شهور، قالت لي انا معاه مده 3 شهور. قالت لي كل نهار كنمشي عنده، كل نهار تمشي مع عنده، ولا قالت لي وكاين بعض المرات كيجي عندي هنايا للدار. قالت لي ملي كتكون شتات تمشي للباركين، قالت لي مع ديك 6 هو ديك 11 12 كتصخى الدنيا كيجي عندي. ردة الفعل ديالي انا ضريت، رد الفعل ديالي مرضت ماشي، وتتبان لي بزاف د الحوايج نديرها ولكن ما باغيش نوصل لشي حاجه اللي غادي نتكرفس فيها انا. هذيك اللي خلاتني صبرت، حيت انا عندي الوالدين على قد الحال، ما قدرش نتكرفس انا ونكرفس معايا والديا، وصبرت ضريت وصبرت. الدار ماشي ديالي، ديالها هي. هنا في مرة تهدر ولا شي حاجه كتولي تسمع الهضره عليها. هذا هو علاش كتصابر وانا صابر على ولد الاولاد ديالي. انا من الدري الكبير دابا تنهضر معاه تيقول لي انت اصلا ماشي با، انت ماشي با. تعرفت عليها اول مره السيده هذه عمها واخد عمتي، هما اللي عرفوني بها. قال لي راه كاين واحد السيده هذه، ومشيت فعلا ما خرجت معاها، ما دخلت معاها، ما هضرت معاها، ما حتى شي حاجه. صافي خطاب دوزت شي 3 شهور درت العرس. السيده ما عارفش عليها انايا. كيفاش كانت شحال هادو كيفاش ولات دابا؟ لا كنت ساكن مع دارنا، كانت دايره شويه، كانت ما تخرج ما والو، ولكن فاش خرجنا كرينا تغيرت من الكرا، ومن تحولنا للدار ديالها، تحولنا للدار ديالها تغيرت بزاف كاع اكثر. صافي ولات تدير اللي بغات، تحكم اللي بغات. تغيرت نقول لكم مده شي 4 شهور وهي مغيره عليها في هذاك الشيء، مغيره عليها 4 شهور. 4 شهور السيدة تغيرت عليا وحسيت بشي حاجة كاينة، وكنلمح ليها الهضرة وهي مسوية تقول لك أنت ما نسمحش لك راه كدير ليا التقليد، تنقول صافي ما كاين والو. وهي راه التغيير باين، راه باين العلاقة، راه باينة، راه كتحس. أنا حسيت بها ما بقاتش كما كانت، وديجا ملي تنقول لبوها راه شنو كاين شنو كاين، بوها ما تيقدرش يهضر معاها. علاش ما تيقدرش يهضر معاها؟ ما عرفتش. ملي هما اللي كتدخل في هذا الشيء هذا، بوها ما تيجاوبهاش، لا بوها لا خوتها، لا هو عندها 3 الخوت، حتى واحد ما تيبغي يتدخل معاك. جوج الخوت بعدا مابقاوش يهضروا معايا كاع بمرة. علاش تحط على اختي؟ وانت عندي الدلائل وريتهم لك، وريتك تصاور، وريتك اوديات، وتقول لي علاش ما كتهضرش مع اختي؟ راه ما يمكنش، راه وريتك الدلائل، راه يكفي، راه هذاك الشيء راه كافي، راه هذا هو المشكل. انا تنطالب غير حاجه وحده، تنطالب انا بحقي، ياخذوا لي غير حقي، هذا هو اللي بغيت. انا ولدي ضربني وتكرفص عليا، وعارف كل شيء، شايف كل شيء، هو اللي جاب لي التليفون وعارف كل شيء. وانا هذا الشيء اللي كنطلب، انا تنطالب من سميتو ياخذوا لي حقي، ومنهم امها وخوتها وخوها والمراه. انا دريت بزاف، حيت انا ما تنعس بالليل، كنتكرفس نجيب لهم طرف الخبز، وما ما محتاج حتى واحد، وكنتكافح ونخدم بالليل، نخدم بالنهار، وكندي ليها. يلا دفعت الشكايه والتصاور ديالها والاوديات، ودفعت شي تصاور ديال الضرب اللي كانوا ضربوني. يلا دفعت، كنقول لهم انا ما غنسمحش لهم لا في الدنيا لا في الاخره، وانا تابعهم تياخذوا لي حقي منهم. هذا هو اللي بغيت. هو ديجا انا هي اللي قالت لي راه كاري في جيت السوق الاربع، الغرباوي لا السوق الاربع ديال عين عتيق،
قالت لي كاري تما في ذوك العمارات. وملي قلت لها وريني غير السكنه وخليني ندير مع اللازم وانت تخرجي من هذا الباب، قالت لي راه تحول من تما ما بقاش كاري تما، وما عرفتش هذا الشيء هذا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.